الجمعه امس كان مصدم الصحفي ليو اف سي 287 وفي النزال شفنا اقول لك صراحه الثانيه ما حاسس متوازن عقليا، حاسس انه مشتت عقليا. في نفس انه أليكس بيريرا متوازن عقليا، لا ورزين ويعرف شو قاعد يقول. لو نظرت ابعد بكثير وكل كلمه كان يقولها كان ستيفز الثانيه، كان يقولوا له يا اخي يا أليكس بيريرا انت الحين فزت على الثانيه مش مره مرتين ثلاثه، شو الفوز الرابع يعني بالنسبه لي؟ والله وهذاك رد دبلوماسي جدا ورد بطريقه محكمه وقال اخي انا المباراه هذيك حطيت ورضها لي ما اطلع فيها ما اقول ما احتفل بها، لكن قال المباراة المضت ما تعني اي شيء بالنسبة لي، المباراة الجاية هي كل شيء. رد بالماسي هذا، لكن يعني الثانية اندمر يا اخي اندمر لما استمع للجواب هذا بالضبط، صار كل ما يسأله سؤال يقول اوف يا اخي ليش قاعد تسألوني اسئلة ما لها داعي؟ ليش هني ليش هناك؟ ها؟ ليش قاعد تسألوني اسئلة ما لها داعي؟ بكرة بندخل ملعب وياس وحيطلع الفائز والخسران وكذا كذا كذا، حينتهي المباراة وكل شيء يصير في المباراة وبكرة تم يقول بكرة لما عرفت انه ما كان يريد يقعد في المكان، شغل كان يريد يطلع من المكان بسرعة، ما كان يريد الضغط. سنة كثيرة مع كل سنة الثانية بس ما سألوها الثانية. دينا وايت كان موجود وكان يخرب كل شيء يا اخي. دينا وايت كل ما يسأله كم هول شو صار بين امس انت وماسفيدال؟ قال ها؟ ما حد يتكلم عن الموضوع هذا، غير ما في شيء صار. ماسفيدال كل ما يتكلم يطلع دينا وايت، اقول ولا ما اقول؟ لهذيك الدرجة والله العظيم يا اخي ما شيء مستفز جدا يا اخي. سيطرت دينا وايت على المنظمة هذيك، لكن هذه طبخته يعني ما شاء الله. الحين ما مشاركة ثانية وخذوا دبل اي زي ما انتم تعرفونها، انا بطلتها لما صار اسمها دبل اي. لما طلع جان سينا في الموضوع انا وقفت اطالع مصارعة، لكن خلينا ندخل البطاقة بشكل عام. من حيفوز من حيخسر؟ أقول لكم مباريات كلها بنروح لأول مباراة، جاكلين أموري بتفوز على سام هيوز فوز ساحق في الشوط الأول. شايلان نوردنبيكي بيخسر من ستيف غارسيا، هذا اعتمدوا مني. هذه إغناسيو موندوز بيفوز على فري أوغدن، ولوبيني قدينس بتفوز بقرار حكام. تشيس تشيرمان بيخسر في الشوط الأول. أنا مش متأكد من كارل ويليامز، لكن لما شفت أنت ثمان انتصارات وخسر واحدة، ف سمعتك كبيرة تفتر كبير جدا، فأظن بيفوز فوز ساحق على تشيس تشيرمان. وتشيس سيف شمال راح فيها. جارد ماتشارد ذا جوزيف بيبر بيفوز في الشوط الثاني او الشوط الاول ما اعرف الله، لكن بيفوز جارد ماتشارد. هذا كم مرة لعب في اليو اف سي؟ هذا في الام ام اي بشكل عام 50 مباراة لعب في الام ام اي، 50 عجوز جدا هذا. وميشيل واترسون غوميز مع لوانا بينهيرو، لوانا بتفوز بقرار الحكام بإجماع الحكام. كالفن كاسترن ضد كريس كورتس، أنا أقول هاي مباراة صعبة جدا، لأن كريس كورتس هذا عنده 39 مباراة، ما توقعت الشيء هذا لما شفت اسمه، عنده 39 مباراة كان موجود في الـ MMA من زمان،
لكن أقول بيفوز على كيفن كاستلان بقرار حكام. في البطاقة الرئيسية راول روساس جونيور ضد كريستيان رودريغيز. كريستيان رودريغيز عنده رصيد حلوة، عنده 8 انتصارات وخسارة واحدة. وراول روساس جونيور هذا قاعد يقوله هو حيصير بطل الفئة كمان سنتين أو سنة بس فقط هو حيفوز. أوكي، راول روساس جونيور حيفوز على كريستيان رودريغيز. أوكي، ما أعرف كيف حيفوز، لكن يمكن سمشن في الشوط الثاني صح لما يتعب هذا. كيفن هولاند ضد سانتياغو بانزمينيو. سانتياغو بانزمينيو هذا مش قادر يدخل في أي فئة، هو صح في الولتر ويت لكن يخسر على طول، عامل زي هيناتو مايكانو موجود ويقول للناس يا أخي هذا كان في التوبتين هذا لكنه مش قادر يفوز. أنا أقول كيفن هولاند بيفوز في الشوط الأول بالقاضية. روب فونت ضد أندرن جانيز أو يانيز زي ما بعض الناس يقولوا. أنا أقول أندرن يانيز بيفوز بقرار الحكام. أول شيء أنا كنت أقول روب فونت بيفوز، لكن لما شفت روب فونت في المطار الصحفي حسيت إنه متوتر أكثر من اللازم، حسيت إنه مضغوط بيفوز أندران يانيز. وخورخي ماسفيدال بيخسر خسارته الأخيرة من غيلبرت بونز، لأنه إذا فاز على طول يلعب مع ليان إدواردز. أحسن قصة في الموضوع، أحسن قصة تري بيسا نصودا هاي قصة حلوة. يا ريت لو تصير، يا ريت. قبل بونس بيفوز بقرار الحكام أو في الشوط الثالث سمشن. في النزال الرئيسي عندنا أديسانيا ضد واحد عنده 8 مباريات في الأمامية. أليكس بيريرا عنده 8 مباريات بس. والله قوية هذه، قوية جدا جدا جدا. تخسر من واحد ما لعب 8 مباريات، ما فاز 8 مباريات لأنه فاز 7 مباريات وخسر مباراة. أنا أظن إنه أديسانيا لما شفته في المؤتمر الصحفي عرفت إنه جاي ياخذ تشيك ويروح. قاعد يقول أنا حفوز، حيكون نصري، حيكون هاي قصتي، بلا بلا بلا. قاعد يبيع. قاعد يقول كلام كذي يعني، يقول أوه خليه يحطوه في الهايلايت فيل. وأديسانيا قال أنا إدماز، you have one moment, one shot, one opportunity. يا عمي ما تخسر في الشوط الثالث بالقاضية. anyway إذا عجبك التقرير هذا اضرب لايك وسبسكرايب وسلمني على الجميع.